السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يا اخوان السلام عليكم، اليوم جيتكم على موضوع اخر. الموضوع اللي نتكلموا عليه هو تشيريمويا، وهذه التشيريمويا اللي كيسموها الاسبان هي بيسا دي بير، يعني واحد العسفة ديال الكلب. اذا هاد التشيريمويا غنهضروا عليها اليوم، ها هي عندي في الارض ديالي. هاد التشيريمويا كانوا وحدين اخرين تنكلوا، ولكن دابا اليوم حال الوقت باش نهضر لكم عليها. هي اللي بقات تقريبا كاينه وحده هي اللي بقات. هاد التشيريمويا هادي تشيريمويا عالميه وغاليه بزاف، معروفه هادي في اوروبا غاليه بزاف، ما كطيحش ما كتهبطش الثمن ديالها من 8 اورو الفوق، يعني كتكون غاليه بزاف، ولكن كاين الحجم اكثر من هاد التشيريمويا هادي. هاد التشيريمويا اللي عندي هي اللي هضرت لكم عليها هادي، شحال قلت لكم راها مهمه وكتداوي على حساب الامراض اللي هي امراض خبيثه مثل الكونسير. هاد التشيريمويا هادي خصكم ضروري تحاولوا تقلبوا على الشجره ديالها وتزرعوها في الدار ديالكم، مهمه بزاف. هادي التشيريمويا، التشيريمويا هنا كتجي عوجه والوسط ديالها كاين العظم، الوسط ديالها كاين واحد العظومه بزاف. هذوك العظومه يمكن لك تزرعهم، هاد العظومه هادو اللي فيها يمكن لك تزرعهم. فاش كتحلها كتلقى فيها واحد العظومه بزاف، وانت كتاخذها كتنقي ذوك العظومه وكتيبسهم كذلك، ومن كيبس واحد شويه كتمشي تدكنهم وغادي ان شاء الله يعطوك شجره، ولكن واخا كتعطل يعطوك شجره. وهاد التشيريمويا اللي هضرت لكم عليها الشجره ديالها شويه كتعطل، كتعطل بزاف، يعني على الاقل كتمشي واحد المده ديال من 3 سنين حتى 4 سنين عاد تقدر دير ليك. اذا خصكم ديروها وما تفكروش بان راه ما غديرش، راه غادي دير ولكن كتعطل شويه بزاف. بالنسبه لهاد التشيريمويا هادي هنا، هادي الشجره ديال التشيريمويا، راه شجره كبيره بزاف وكتكبر بزاف وكتعطي بزاف ديال البراعم، بزاف ديال الوليدات ديالها خارجين. وهادي هنا كيفاش كدير، هادي تقريبا دابا واحد المده ديال عامين وهي كدير لينا الحبوبات اللي كناكلو، ما كديرش بزاف، كدير تقريبا 5 حتى 8. ودابا الان بقات هادي هي الاخره التشيريمويا الاخره تقريبا. واليوم قلت علاش لما لا ندير لهم فيديو على التشيريمويا باش الناس يحاولوا يزرعوا بحال هاد الشجرات هادو. انا كندير لكم هاد الفيديوهات الاخوان ديالي وصحابي اللي كيتابعوني باش ماشي غير تكاو على الافوكا، كاينه بزاف ديال الحوايج مفيدين، كاينه التشيريمويا، كاينه الباباي، كاينه المانجو، كاينه بزاف ديال الحوايج. وغادي يجي ان شاء الله الفيديو القادم ان شاء الله ولا من بعد، المهم غادي ندير لكم فيديو على المانغ اللي هو المانجو او المانجا، يعني المانجو غادي نديروا عليه برنامج ديالو ان شاء الله على القريب ان شاء الله. اليوم غادي نحيدها لكم بهذه الطريقه باش تشوفوها، باش نحلها لكم وتعرفوا العظم ديالها كيفاش داير، هذوك العظيمات اللي عندها الويسو ولا العظيمات. هاد الشريمويا اخر شريمويا اللي غنقلعوها اليوم باش نوريوها للمشاهدين بالطريقه محترفه باش تقدروا تدكنوا العظم ديالها. هذه هي الشريمويا، هيا تقلعات اخوان، بقاو معايا باش نوريكم كيفاش تاخذوا العظم ديالها وتزرعوه. السلام عليكم. دابا اليوم غادي نعطيكم الكماله ديال هاد الشريمويا، كيفاش غادي ناخذوا العظم ديالها اولا الويسو ديالها وغادي نزرعوه هاد العظم هذا. اذا دابا بغينا نحلو هادي، ولكن هادي خصها واحد المده ديال 3 ايام ولا 4 ايام باش طيب، ولكن غادي نحل هاد الصغيره هادي لان طايبه. اذا كنجيو فهاد الطريقه هادي كنحلوها كذلك، حتى هي مثل الافوكا، وكنحلوها بحال هكذا كنلقاو الويسو ديالها هو هذا. هادو هما العظيمات، هاد العظيمات هادو نحيدوهم بهاد الطريقه، هما فيها بزاف ولكن من الاحسن حتى كتنكل عاد كتحيد العظم. هادو هما العظيمات، ها هما
هادو هما العظيمات، وغنوريكم كيفاش غادي نديرو نزرعوهم باش ينوضو. ولا جينا نشوفو هادي راه فيها بزاف ديال العظومة، وهادي فيها غير شوية قلالين، راه باقين فيها هما هنايا، ولكن حنا نحيدو غير هاد التلاتة باش نوريكم الطريقة، ومن بعد غادي نعطيكم الكمالة ديال هاد الفيديو هادا. عندنا خمسة ديال الحبيبات، ها هما خمسة ديال الحبيبات حيدنا، يمكن لينا إذا كانت كبيرة نقدرو نحيدو منها حتى الخمسطاش عشرين حبة. هادو هما العظومة ديالها، إلا جيت تشوف هادو هما العظيمات أولا الغرسة، يعني دابا غنغرسوهم، غنغرسوهم بهاد الطريقة هادي، بهاد الطريقة غنغرسو هاد الجهة الرقيقة هي اللي غنديروها لتحت، غنديرو بحال هاد الشكل هذا. هاي وري المشاهدين كيفاش، وهنا غادي نغرسوهم باش نوريكم الطريقة ديال الغريس. دابا هنا تغرسوا، هنا غنديروا عليهم واحد شويه ديال التراب بحال هكذا، غنغطيوها بحال هذا الشكل هذا، وغنخليوها نعطوها شويه ديال الماء. وهنا غادي نجيو غنبداو نسقيوهم بالماء بحال هكذا، نسقيوهم بميها بحال هذه الطريقه هذه. دابا سقيناهم وغادي نخليوهم واحد المده ديال شهر حتى لشهرين وغاديه تنوض، لانها تطلب الوقت بزاف، ما بين شهر شهرين غادي تنوض على حسب الجو وعلى حسب التربه. اذا الاخوان ان شاء الله فاش ينوضوا غادي نوريهم لكم كيفاش نوضوا. والان اهلا وسهلا، اليوم عندنا الشجرات غبرت عليهم بزاف، ولقيت من هذوك الشجرات اللي زرعنا، هذوك العظيمات اللي زرعنا، لقينا جوج ديال الشجرات اللي صدقوا ناضوا لينا جويجات. هيا ناضت لينا هذه، هيا كيفاش دايره، شو الورقه ديالها كيفاش دايره باش تعرفوها. هذه شريمويا، هذه دابا عندها المده ديال خمسة ديال الشهور، خمسة شهور شو كي ولات. وهنا عندنا هذه اختها، دابا الحمد لله عاشوا لينا جويجات. ها الورقه ديالهم كيفاش دايره، ها الورقة وها الشجرة، إذا عاشوا لينا جويجات. عملية سهلة إلا بغيتو ديروها في الدور ديالكم، سهلة. غنشري واحد الكيلو ديالي ناكلو مع وليداتي، ومن بعد ناخذ العظيمات وغنزرع هذوك العظيمات كاملين، وضروري غينوضو ليك واحد الربعة ولا خمسة ولا ستة ولا وحيدة كاع، المهم غادي نوضو وغتولي عندك شيري موية. دابا هادي بقات ليهم واحد شهرين كاع إلا بغيت نخرجهم الأرضية نزرعهم في الأرضية، ولكن غيطلب الوقت بزاف، ما بين ربع سنين حتى الخمس سنين عاد غادي يديروا لينا شي حبات، المهم كيطلبوا الوقت.